والأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنت عندكم استعداد تقوله ولا تسمعه؟ المفروض تقوله. طيب اسمعوا شوية بعدين قوله بعد كده. أكثر معطل ممكن يكون بيهدد حياة الأسرة النهاردة هو المشغولية أو بين قوسين يعني التيار المادي، لأن أنا حاولت أفصلهم عن بعض لقيتهم في ذهني واحد. لأنه مفروح أي بيت استقرار دلوقتي ما بتجوش ليه يا جماعة الكنيسة؟ فمش بتقرأ الإنجيل ليه؟ فمش بتصلوا ليه؟ هو رد واحد تقليدي، الدوامة يا ابونا، مشغولين مش لاحقين. طب وبعدين؟ فطبعا ده معطل، ومعطل خطير جدا، ومعطل خبيث. ليه؟ يريح ضميرك انك انت هتعمل ايه ما انت مشغول، فاهمين؟ يعني في معطلات صريحة في شرها، واحد بيعمل حاجة غلط فضميره كل شوية هيلومه، لكن الراجل اللي بيشتغل صبح وليل يقولك ما عنديش وقت للصلاة ولا للكنيسة، فعاد ضميره يرتاح ويقول لك انا هعمل ايه؟ اكل العيال. طبعا اكل العيال ده ممكن يكون كنتاكي في اليوم، بس ما اكل العيال يعني زي ما الناس بتعمل بيعمل. فضميره ده بقى من خبث المعطل ده ممكن يتخدر بقولة هعمل ايه في المشغولية، كل الناس مشغولة. لكن انا بعتقد ان ده اخطر معطل يهدد حياة الاسرة المسيحية، واكثر المعطلات انتشارا. تروح اي بيت تلاقي الام ما بين المطبخ وكان بتشتغل ومذاكرة العيال وشوية تلفزيون، مفيش وقت. الراجل صبح وليل في الشارع، مفيش وقت. العيال يا مذاكرة يا نادي يا تلفزيون، مفيش وقت. هتلاقي انه رد واحد للكل ان مفيش وقت، مشغولين. وين تيجي تحلل المشغولية تلاقي انها مش عذر كافي. عايز افكركم بان المسيح له المجد حط دي ضمن انواع الاراضي اللي في مثل الزارع، في ارض تسمع الكلمة تقف من بره كده على السطح والشيطان ياخدها ويجري بسرعة، وفي ارض عنيدة فخرية كلمة ما تتقبلش، لكن في ارض كويس تقبل الكلمة والكلمة تدخل وكل حاجة. بس في حاجة تانية، في هموم العالم وهموم الدنيا وشهوات سائر الأشياء تخنق الكلمة. هي دي يمكن أقرب أرض لموضوعنا، إن هي البذرة تزرع وممكن تطلع وتنبت، بس في شوك ياكل من الأرض، ياكل تفكيرك كله ما تقدرش تركز في الصلاة، ياكل كل مشاعرك والطموحات دي فما تبقاش مشتاق للحياة الأبدية، ياكل كل انشغالاتك وتركيزك ما تبقاش في وقت الرب. فدي أشواك، فالأرض الشوكية دي تظلل على هذا العالم، وعلامتها ايه؟ السرعة، الجري، كله بيشتري على ايه؟ ما انت كده كده اخرها حفر، تجري عشان تقف في الحفرة. الشيطان ضحك على الناس كلها، دافع على زرار، كله بقى يجري وكله بيدعي في نوع الحفر. وبعدين بنتكم يعني اللي في السماء يتفرجوا علينا، ايه اللي بيعملوا الناس دي؟ ايه التخلف ده؟ يجري عشان يقف في الحفرة، ما يقف شوية كده ياخدوا نفسهم يشوفوا عايشين ليه وهيستفيدوا ايه من الدنيا دي، لأن الدقيقة اللي رايحة للصلاة هي اللي هتقعد لهم، والدقيقة اللي رايحة للإنجيل هي اللي هتقعد لهم. محدش قادر يقف ياخد نفسه ويفكر. عشان كده تفتكروا مثل الابن الضال لما يقول رجع إلى نفسه وقال، كانت بداية التغيير على طول. أول ما فرمل السكة تلاقي فوق. فقد تكون أخطر تحدي للأسرة المسيحية هو المشغولية. ليه بقول بين قوسين التيار المادي؟ لأن في الحقيقة
المشغولية دي كلها يحركها حب المادة برضه. صحيح الناس بتتبرع من التهمة دي تقول لك لا فلوس ايه احنا مش عايزين غنى، بس احنا كلنا بنتزحلق وعاوزين نجيب وعاوزين نجيب وعاوزين نجيب ونجيب حاجات ونركب ممكن ما نستخدمهاش، بس مخنا مسروق في الاتجاه ده. وعشان خاطر الكلام ده واحد يلاقي شغلانة افضل من اللي في ايده بس هتاخد وقت اكتر، ولكن ماله ما احنا برضو لازم نتعب عشان ولادنا. خلي بالك الوقت ده ما هو اليوم 24 ساعة ما بيزودش، فالوقت ده يروح من فين؟ يا من صلاتك يا من نومك يا من قعدتك مع عيالك، والتلاتة خطر، لانك لو ما نمتش هتعيا، لو ما قعدتش مع عيالك هيبوظه، ولو ما صليتش هتروح. يعني الحكاية خطيرة، لكن هو يقول لك لا معلش، طب ياخد وقت ووقت ووقت، في الاخر تلاقي ناس في البيوت في مصر الجديدة على الاقل الرجالة يروحوا ياكلوا لقمة ويناموا عشان ينزلوا الشغل، ما كانش اكتر من نص البيت عايشين كده متبرمجين على كده، بيشتغل طول اليوم والليل احيانا، ياكل اللقمة وينام وينزل يشتغل. فخلاص بقى ايه، فريسة سهلة دخل في الدوامة ولا يعبر له. في الحقيقة هو بيعبر نفسه هعمل ايه، لكن حين يقف امام الله لم يجد عذر. ليه؟ لان المسيح نبهه وقال له في هموم هتخنقك وفي شهوات هتخنقك ومفتدين الوقت، لان الايام شريرة. لا تهتم بالغد، الغد يهتم لنفسه، يكفي اليوم شره، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. يعني الحق اذكر هنا والحق اشكر هنا، كل المفاهيم دي كانت المفروض تحفظ الأسرة المسيحية من الجري في طريق المادة، هذا الجري الأعمى اللي في آخر حفرة كبيرة. فالمشغولية دي حجة واضحة لأغلب البيوت البعيدة عن ربنا، يقول لك مفيش وقت، بتلاقي بقى ردود تختلف، تلاقي رب يقول لك طب لما ربنا يريد، كل رب ربنا يريد، ده الله يريد ان الجنة يخلصوا وإلى معرفة الحق يقبلون. الله يريد ده ايه؟ ده النهاردة عاوز ربنا، ما كانش امبارح، هو ده الان وقت القبول، الكتاب يقول كده، هو ده الان يوم خلاص. اعرف اللي بيقول لك لما ربنا يريد انه يعني ايه تهرب من مسؤولية القرار تأجل الموضوع، يعني اجعني ان ربنا اللي هيجي. طبعا ربنا من حنانه ساعات بيجيبه من رقبته، هو اللي ما بيجيش بالذوق من حنان ربنا ساعات بقى يرقده شويه عشان يوقف الديانه دي عشان يسوق. فساعات احنا نعمل كده، ندخل بالمدخل ده في الافتقار، لما يقدر الشخص يتهرب بحكم المشغوليه المشغوليه المشغوليه، نقول له طيب مش خايف المشغوليه تقف في لحظه غصب عنك؟ مش شفايف ما سمعتش ان فلان حصل له وفلان حصل له وفلان حصل له ودول كانوا بيجروا زيك؟ يقول لك يا ابونا انت لو التاب تنكد علينا ولا ايه؟ الحقيقه احيانا نحتاج الى اسلوب الانذار، لان المشغوليه تعمي الانسان. تيجي تكلم عن ربنا ومحبته يضحك، كلام جميل قوي، قول كمان بس ايه انا عندي معاد بقى، يعني تمام، هو ما عندوش مانع يسمع كلمة ربنا، ما عندوش مانع يعني يتقال كلام كويس، بس هو مفيش تجاوب لانه مخه في حاجة تانية. فاحيانا مثل هذا النوع يحتاج الى انذار، انذار مهذب بلغة الكتاب، مهذب. وبعدين اخرك ايه؟ التحدي الثاني للاسرة المسيحية او الهم الثاني اللي بيعطل البيوت كتير عن ربنا، زياد التميز، او بين قوسين غياب القدوة. يعني ايه؟ الأسرة المسيحية نسيت يعني ايه مسيحية، فبقت تبص زي ما الناس تعمل وتعمل، فلان جاب عربية لازم اجيب عربية،
فلان ابنها فلان ابنها طلع الاول على المدرسة. لازم ابني يطلع الاول على المدرسة. فلانة بيصيفه مش عارف فيه. لازم يا اخوان احنا مالنا بالكلام ده؟ هو ده اللي هيوصلهم الابدية؟ فين تميزي انا كمسيحي سكتي حاجة تاني؟ انا هضيع السنة، هضيع السنة عشان اصيف فريق اللي عشان الولد يطلع الاول. حلو ان واحد يصيف فريق ولا يطلع الاول، بس مش هو ده اللي اجري وراه. فهنا راح التميز المسيحي. يعني الاسرة ما بقتش تقدر تميزها ان كانت اسرة مسيحية او اسرة غير مسيحية الا من صورة العذراء على مدخل الباب او. طب هو الصورة دي اللي هتدخل السماء؟ طبعا دي حاجة بركة. بس بعدين ان كان البيت هو هو، ان كان بيقلب العالم في اتجاهاته، الموضة هي اللي بتسوق اولاده، المادة هي اللي شغلة الصدار، مبقاش بيت مسيحي. مش بس عشان مشغوليته، لانه بيقلد، مش بيقلد المسيح اللي هو اسمه مسيحي عليه، ولا بيقلد القديسين اللي هو بقى بقيت عيلته، صرت مرعية مع الله، مرعية مع القديسين واهل بيت الله، لكن ده بيقلد العالم زي ما الناس بتعمل بيعمل. ففقد التميز. دي خطيرة بقى كتيرة قوي دلوقتي. معطل روحي خطير ان يفقد الانسان تميزه كمسيح، ينسى انه مختلف، فاضطر يقلد. كله بيغش. تسأل العيال النهاردة في المدارس، بتغش يا حبيبي؟ او ده فيش طبعا. طبعا كله طبعا هتبع يعني كلك من الفصل كله بيغش. هي قولي انت مالك بالفصل كله؟ ازاي انا مالي؟ كان كلهم بيغشوا. هنا محدش زرع فيك طفل ان انت مختلف، خلى كلهم يغشوا انت مختلف. حتى التميز دي ما اتزرعتش فيه، فاصبح طبيعي يقلد. بدل كل بيعمل كده ما عملش كده ليه؟ لما يشتغل بعد كده يقدر ويشتغل، كله بيسرق هيسرق. خلي بالكم، ما هو ده شكل مصغر، شكل مصغر. كله بيكره هيكره، كله بيشتم هيشتم. ليه؟ لان هو ناسي انه مختلف، فاقد التمييز. مش فاكر كلمة المسيح اللي قال ليس من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم. ناسي دي، ناسي ان هو مش من هنا، وانه مدفوع في ثمن غالي، وان فكرته مختلفة، وانه في روح الله، وانه ابن لله، وان القديسين الملائكة عنهم عليه. نسي كل التميز ده، لا يقلد. وتيجي بقى على كل مستويات الأسرة المسيحية، الأب بيقلد زمايله، الأم بتقلد جارتها وزميلتها، الأولاد بيقلدوا زمايلهم، والأخطر من كده الأولاد بيقلدوا الأب والأم اللي الأب والأم واخدين مثالياتهم من التلفزيون أو الشارع. فتبص تلاقي الأسرة كلها على بعض، عنوانها أسرة مسيحية بس مفيهاش المسيح. معطل روحي خطير ان المثالية المسيحية ضاعت من الاسر، لان الاسر فقدت التميز، ما بقتش مختلفة. بقيناش نسمع مثلا هما فلان ليه مش بيعملوا كده. تسمع الاجابة اصله مسيحي، من زمان دايما كده. هو فلان ليه مش بيعمل كده؟ كان الإجابة أصل مسيحي. هو والد ده ليه مش بيرس؟ أصل مسيحي. هي الست دي صوتها ما بيطلعش ليه؟ أطلع مسيحية. هم الناس دول في كل مجاملة نلاقيهم، أيوة أصل دول مسيحيين. هذا التميز اللي كان بيحمينا. النهارده لما بدأنا سرقة ضاع التميز، ده معقد خطير للأحياء. لأننا بقينا ناخد أدويتنا من الشارع أو من التلفزيون. التلفزيون معطل بقى، يمشي مع واحد واثنين. احنا قلنا واحد المشغولية، واثنين غياب التميز او غياب القدوة. التلفزيون كارثة من كوارث هذا الجيل. معلش انا مش متخلف قوي مع عندي تلفزيون، لكن صدقوني التلفزيون ومشتقاته طبعا، مشتقاته بقى، مشتقات اولاده يعني،
الكمبيوتر والانترنت والديش واللي جاي والفيديو طبعا. ايه الخطورة في الكلام ده؟ مع الحاجات دي ممكن تستخدم استخدام كويس طبعا طبعا، لكن الحاجات دي في منتهى الخطورة لسبب، لان الشخص عادة بيقف قدامها كمتلقي سلبي. يعني ايه؟ استبعاد السلبي. ده انا حطه في دماغه بقى، شاف خناقة في التلفزيون في تمثيلية، وقعد قدامها 20 حلقة، ناس بتكره بعض بتعمل في بعض معالج، عايز بعد 20 حلقة يوم ما يزعل مع حد ما يفكرش انا في مقلب، ما خلاص هو الانبوت اللي داخل له دايما كله كده، طب هيطلع منه ايه؟ ما خلاص تيجي تقول له سامح يقول لك ما جاتش التمثيليه. سامح ده ايه؟ ده انا بقالي سنه بسمع تمثيليه ما جاتش كلمه سامح دي. سامح وصلي الكلام ده عم. فهنا هو متلقي سلبي بيركن دماغه ويقعد يستقبل ده. طبعا يديش اخطر والانترنت في بلاوي، لكن طبعا ممكن يستخدم استخدام كويس بس ما هو لازم بقى يبقى في وعي مسيحي، في تميز مسيحي ان انا هستخدمه لايه، استثمره ازاي. فهنا القضية دي خطيرة جدا في الروحيات. ما فيش بيت في التلفزيون او الديش او خلافه مفتوح بلا قيود مرتبط بربنا ارتباط كويس، بس مفتوح بلا قيود. احنا مش ضد ان التلفزيون يتفتح او الديش او الفيديو، لكن يكون مفتوح بقيود. قيود يعني ايه؟ يعني قيود على الوقت، قيود على المادة اللي بتتنقل. افرض واحد عايز يتفرج على الاخبار، وحرام مش حرام؟ افرض في مادة علمية كويس خالص، افرض في معلومات، افرض في لقاء مع شخص مهم في الدولة، كل ده كويس. هفترض ان في، هفترض 1% في تمثيلية كويسة، لكن لما يكون مفتوح عمال على بطال يبقى في زبالة داخلة، لأنه بينقل العالم لغاية بيتي. اللي بيحصل في البيوت من فساد وفي الشارع من بلاوي بيدخل بيتي، وعقل أولاد اللي لسه بعضهم أطفال بيستقبلوا كده يتكذب عليهم بسهولة صفحة غير حاجة تخوف. طبعا انتوا كلكم عارفين ان التلفزيون المفتوح بلا قيود لا يمكن تكون معاه صلاة قوية. حد ساعد في سلي يقف في سلي كويس بعد مسرحية طويلة 3 ساعات عادي ده ما ينفعش. ما اعرفش ده، حتى اللي يجي القداس وهو سهران على مسرحية ساعتين ما اعرفش يسلي ليه، مخه بتتاكل فاضل له ايه طاقة عشان يسلي فيها في قدام المسيح والمذبح والكلام ده. فهذا احد اهم المعطلات، حاجة خطيرة. لازم يبقى فيه كنترول. احنا مش بنقول اعدام، ما عندناش منهج الاعدام لكل حاجة، احنا مش متخلفين، لكن لازم كنترول، لازم يتفتح في حساب، لازم ابقى عارف ايه اللي بيتنقل ده، لازم اختار المادة واختار الوقت مش هو اللي اختاره. مصيبة تانية من مصيبة الكمبيوتر ومشتقاته ها والجنس طبعا، لا ده في مصيبة اكبر بقى، حاجة كده سيكولوجية خطيرة. عندنا بيبقى نمرة 4 اذا كان في ترتيب، تزيد جدا من سردية الشخص وعزلته، ودي كارثة من كوارث الجيل. كان زمان طبعا انتوا يعني اكثر خبرة في الحاجات دي، البيوت زمان كان الرجل يرجع بعد شغله، الناس تاكل لقمة تريح شوية، بعد الظهر البيت ملمان يحكوا مع بعض، ينقلوا خبرات لبعض، يداووا مشاكل بعض، يسمعوا لبعض، ممكن يقف يصلوا مع بعض، حاجة كده غريبة شوية. النهارده كل البيوت تلفونات، كلها بتلات، كل البيوت كل واحد داخل تعيدا داخل على غطة يفتح الكمبيوتر يقعد، وبعدين فين العصا فين الشاي يخلص دي يدخل ينام، بيقابلهم على الباب وممكن ما يشوفهمش بالايام. اغلب البيوت كده تصدقوني، حتى الراجل ومراته احيانا بتوصل لكده. طبعا دي خطيره جدا في البناء الروحي. ليه؟
لان البناء الروحي مرتبط جدا بالحب والشركة. يريد ان يكون الجميع واحدا في الاسرة متماسكة بحب بعض، والحب ده مبني على حوار وعلى قعدات طويلة وعلى تبادل خبرات وعلى اخذ وعطاء وعلى صلاة مشتركة وعلى اكل لقمة مشتركة. الكلام ده ابتدى ينهار. ليه؟ بسبب المشغلية وبسبب بقى الاجهزة اللي بتاكل الانسان، تلفزيون وديش وكمبيوتر وانترنت وبتاع. فبقول في زوجات بتصاب باكتئاب لما يكون الزوج بيحب الكورة قوي او الانترنت قوي. قال لك بيقعد في البيت بالاسبوع مش حتى مش شايفين. مش عارف اتكلم معاه ولا كلمة. احط له الشاي اشيل الشاي احط له القهوة. بقى اقول له بس اي كلمة هو مغروب. حاجة تخوف، ادمان. هذا الادمان الناس بتنكره، لكن ده نوع من انواع الادمان الخطير. ادمان مدمر، مدمر لبيوت كتيرة قوي ومدمر جدا للحياة الروحية. لازم كنترول. حتى لو الحاجات دي جميلة ومفيدة بس لازم كنترول. لان لو انا عملت الرقابة دي البيت كله يضيع. قلنا المشغلية، قلنا غياب التميز والقدرة، قلنا التلفزيون ومشتقاته، وقلنا كمان ايه؟ التربية. التربية هقف فيها شوية كمان. لأنها من المعطلات الخطيرة. من زمان المجتمع حتى ككل، لأن ما فيهوش التكنولوجيا الكثيرة دي، كان في نوع من الدعانة والشهامة والأصالة. تسأل على بعض التلقائية ممكن يصبحوا على بعض حتى لو ما يعرفوش بعض، نزل على سلم العمارة عيب لأي حد ماشي. النهاردة الزمن ماشي في اتجاه غير كده خالص، في نوع من العداء المسبق لكل انسان قبل ما تعرفه. يعني ايه؟ يعني انت ركب عربيتك وركب جنبك انت مستني له غلطة قبل ما تستني منه جدعانه. ليه؟ لان كل انسان اصبح بعزلته وفرديته بيعادي الاخرين. وبقينا ماشيين تحت شعار كنا بننكره زمان، ماركسي قديم، الجحيم هو الاخر. من كتر الفرديه والعزله بقى كل واحد متصور انه البني ادم ده لو يختفي من حياتي تبقى الدنيا حلوه. البني ادم ده ايه بقى؟ شويه شويه تلاقي نفس كل البني ادمين تقريبا. يعني تبتدي بشخص يعادك يا ريته يمشي باي طريقه. شويه شويه يا ريت كل شوارع تفضى والناس دي كلها تموت. شويه شويه يا ريت العالم يفضى عليك. الشعور ده يعبر عن انانيه فظيعه وفرديه مزعجه. ماشي في البشر. عماله تمشي في بيتنا. وبكت النهارده بقينا نسمع اخوات وشباب صغيرين بيلعبوا بعض. اطفال ما بقوش بيحبوا بعض. كبار طبعا انتوا عارفين المشاكل دي، بيقعوا مع بعض وقعات صعب قوي، اخوات او ازواج. وكل واحد يقول لك انا بس. طب انا ايه؟ ما هي مراتك دي جزء من الانا بتاعتك. احنا مش متفقين على جسد واحد. ولادك دول جزء من كيانك. اخواتك وعيلتك دول جزء من كيانك. يعني ايه تقول انا بعيد عنهم؟ انت في حاجه غلط في تركيبتك؟ طبعا كل الغلط في التركيب. ليه؟ لان العالم سرب الينا هذه الفرديه المزعجه. الفرديه المزعجه وخطيره جدا. النهارده الامراض النفسيه بتزيد زياده ساحه فظيعه. كنت لسه قاعد مع استاذ طب نفسي فقال بينما مرض الفصام الوراثي ده بينحصر، مرض الاكتئاب والقلق يتضاعف في الدنيا. ولقيت نسبته خطيرة وصلت أكثر من 15%. يعني من كل 10 يقولوا في 2 دلوقتي عندهم اكتئاب. حاجة تخوف. اكتئاب بتاع اكتئاب ده مش وجع، لا. يعني حاجة صعبة شوية. خدين بالكم. دي حاجة تخوف. ليه؟ ده أساس العزلة الفردية الأنانية اللي ماشية في الدنيا. وده معطل خطير. صدقوني حتى الحارة حياة تفرجت فيها الأنانية. ساعات بيقول لك أنا هصلي أنا مش هسأل في حد.
في حد ايه ده بقيت افرطة خلاهم يا اخي صلوا معاك انا هروح لقداس الله عقب يجي معايا اللي مش عاجبه ان شاء الله ما جه يا سيدي انت الاب المسؤول عن العيلة دي حاول مراتك خلاها تصحى معاك تروح لقداس طب ولادك دول لو متحيز دلوقتي هيبقوا شباب هيطلعوا عينيك خدهم معاك لقداس من بدري حببهم في الكنيسة حتى في الحياة الروحية بقى فيها تربية انا استفيد بس استفيد ازاي ده فين البساطة بتاعت زمان انك سمعت وعظة راجع تحكي لها لأهل بيتك تقول لهم النهارده سمعت خدوا عندك واحد اتنين ثلاثة ببساطة لأن بيحبوا أما النهارده فكرتهم حاجة جميلة أوي يجوا ينظروا ما قصر بالرب عند حماس يشرك الآخرين الشركة تتقن عدم في بيوت كتير الناس كل واحد بياكل سمعات صدقوني انا ساعات بدخل البيت دلوقتي اقول لهم احرصوا على وجبة واحدة في اليوم مع بعض وجبة واحدة في اليوم مع بعض واي تاني نحرصوا عليها لان دي الوحدة بتحمي البيت احيانا وجبة يا بولا انت جاي تتكلم في الاكل يعني جاي تكلمنا عشان نبقى حريصين على اكله ما هو دي اصلها لو اكلنا مع بعض هنتكلم مع بعض لو اتكلمنا مع بعض في مشاكل كتيرة قوي هتتحل وفي مشاكل مش هتيجي لكن لما اتكلمناش بالايام وبالشهور سيب الشيطان يلعب بقى براحة الصدود انا مش هطول عليكم نكتفي بالاربع نقط دول مشغولية مزعجة نسأل مادة العبادة القدوة والتميز قدوتنا هي العالم الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة قد تكون معطل خطير جدا الفردي أنا أكتشف القدر ده إذا كان في حد يحب يعلق أو يفيدنا بحاجة فات طيب يعني الحقيقة سؤال جميل وهو في جزء من الحل سألنا أولا حتة ان احنا نفسنا قدوة دي انا لازم ادافع عنها الاول البيت اللي الاب فيه قدوة الام فيه قدوة حتى لو دي زمن على العيال اتأثروا بصحابهم شوية اقول ايه 99% هيرجعوا بعد كده للمصر العليا اللي اتربوا عليه لانه دي حتة اطمنا شوية لانه ما زرع في القدوة في طفولتهم اقوى مما يزرع فيهم وهم شباب اقوى عشان كده لو لقيت حتى شاب مثلا دخل الجامعة وتخبط شويتين متخبش قوي متخبش قوي لكن خليك جنبه افضل ماسك في مبادئك افضل نبهه افضل قدم له المثاليات هيرجع لكن هي الناس دي مهمة ليه لان في ناس كتيرة ما بتقدمش القدوة من بدري يعني المصيبة بقى انك انت تدخل البيت تلاقي يعني انا هنا في ندوة البنات اعدادي مثلا هنا في ارض الجولف بتكلم مع البنات قالوا بتكلم معاهم في اللبس والبوي فريند والكلام فتحنا المواضيع الشائكة دي انا بتكلم بحساب بقى لقيت لا البنات ما عندهمش حساب حساب ايه بيسألوا كده عيني عيني براحتهم قوي انا اتكلمت شوية ان اللبس طبعا بقى مناسب فواحدة بنت تقف تقول لي ايه واذا كانت ماما بقى هي اللي عاوزاني البس الاريان انا بقيت ما افكر اقول لها ايه هي اللي عاوزاني البس القصير ده انا يعني ربنا اداني نعمة عرفت اقول لها ماما شايفاك لسه طفلة صغيرة وامورة صغيرة لان انت عمرك ما تكبري في مزار لكن انت شايفة نفسك طفلة ولا بقيتي كبيرة لو شايفة نفسك طفلة بيبي صغيرة البسي براحتك لكن اذا كنت انت بتقولي انت كبرتي وبتعترضي وبتقولي رأيك خلاص يبقى انت مسؤولة عن قرارك فقولي لها ماما انا كبرت اللبس ده ما يناسبش ده ما تربط لكن اللي عايز اقوله طبعا دي حتة توجع ليه؟ لان انا هطلح مين ده الام الاساسية اللي هي بتربي هي اللي بتعلم حاجة مش صح فهنا العملية خطيرة الأب نفسه ما بيروحش الكنيسة خالص فأنت بتحاول مع عيالك تديهم الكنيسة بس هم مثلهم الأعلى اللي تربوا شايفينه الموضوع ده
مش على باله. كان واحد منهم ربنا اداله نعمة وقرب من ربنا شوية ويجي يقول له يا بابا مش هتيجي تتنايل معانا، قال له خليك في نفسك. عمليات صعبة كنتم بالكم. فالمحافظ اولا ان الاباء والامهات يبقوا كتب مسيحيين، لان دي حتى لو تعرضوا للشارع بعد كده في نوع من الصيانة شوية. وهنا لما يكون الاب في البيت حريص على وقفة الصلاة مع اولاده من صغرهم، الولاد دول هيصلوا مهما كبروا هيصلوا، حتى لو بعدوا فترة في حياتهم هيرجعوا يصلوا. الام لما تكون حريصة انها تفتح الانجيل وتقرا، ولادها شاف المنظر ده بدل مرة الف مرة، حتى لو عمدوا فترة هيرجعوا يقروا الانجيل ما تخافوش. لكن لو ما كانش الاب والام بيعملوا الحاجات دي يبقى احتمال كبير قوي العيال تروح ما ترجعش. الاب اللي بيستودع اولاد ربنا في كل لحظة في صلواته في حنين كده، في مظلة على الناس دول مش عند ناس تاني، بصلوات اهاليهم بصلوات الكنيسة عنهم. فطبعا الصلاة هنا ليها دور قوي في حراسة اولادنا. ثلاثة، خلينا دايما اصدقاء لاولادنا. الشعار القديم وحكاية ان كبر ابنك خوي دي مهمة قوي، مهم جدا. يعني انا مبتدئ طبعا في الاعتراف يعني احتمله ضعف، لكن اصبح قوي لما بنت تيجي تقول لي انا الحقيقة اقرب واحدة في اللي هي ماما، عاوز ابوس ايدي في الشوبر الحمد لله انها جت في ماما، لان ساعات تطلع صاحبة تانية تودي الزهية، لكن كويس قوي ان ماما هي اللي صاحبتك احكي براحتك. وفجأة انها حتى جزء اغلب اعترافاتها ماما عرفاها، حلو خير حلو، بس بلاش ماما تديك الحلو، لكن كويس. لكن وفجأة بقى بيوت كتير جدا البنت مثلا تبقى ماشية مع بوي فريند بقالها 5 سنين بيخرجوا سوا من تانية ثانوي لتالتة جامعة، والبيت لسه ما يعرفش، البيت مش عارف، ما عندوش فكرة، حاجة تخوف. البنت بتخرج وبترجع وتيجي في عصرة وفي تليفونات بالساعات، ما سألوهاش مين اللي بتكلمك مين اللي بيكلمك رحت فين مين كان معاكي اسمه ايه اللي شفناه معاكي ده. بص حالتك ايوه في نسبة خداع، لكن على مستوى 5 سنين لا، ده مفيش اهتمام. ايوه هما في بعضهم بيتلائم، لكن ده في مش بس خداع، في يعني تجاهل، في لا مبالاة، مش فارق، في ثقة غريبة، سوري سامحوني في التعبير اقولها ايه، ثقة جهلة. ادي ثقة لبنت لسه في بداية مراهقتها، انها تظهر في مكان انا لا عارفة فيه مين الناس ولا مين اصحابها ولا مين بيروح ولا مين بيجي، ازاي يعني ازاي طيب تمشي مع انهي مبادئ تربوية دي. وطبعا احنا نسمع بقى بلاوي تجيبنا من الكلام في الاعترافات، واللوم الحقيقة يقع على البيت لان ما فيش رقابة. مين قال ان التربية لا تحتاج لرقابة؟ لازم يكون في رقابة طبعا، لازم يكون في شد في وقت مهما كان السن، ولازم يكون في تفاهم، لازم يكون في صداقة، لازم يكون في تقارب. لكن اب عنيف طول تربيته فالولاد بقوا يخافوه، فبقوا خلاص بعد كده بيعملوا من وراه كل حاجه. لا طب ما كانش صح، ما عرفش يقرب من ولاده، العصايه مش هي كل حاجه. وام مشغوله تماما عن بناتها او عن بيتها، وبعدين تيجي البنت تيجي تحكي لها مره واثنين وثلاثه تقول لها سيبيني دلوقتي ما اخلص اللي في ايدي، مره في اثنين في 10 خلاص هتسيبك على طول، ويوم ما تحب واحد مش هتيجي تحكي، لانها خلاص جربت انها تحكي بدل المرة 1000 محدش سمع لها. عشان كده كنت اقول للامهات لما تيجي بنتك وهي صغيرة تيجي تحكي لك حاجة تافهة اسمعي لها عملي معروف ولغيها وحكي معاها، عشان لما تيجي الحاجة المهمة بعد كده تحكي برضه. فطبعا احنا في زمن نحتاج الى وقت اكتر من زمان، ما هذا الوقت بقى اقل من زمان والاغراءات اكتر من زمان، فبقت حرب صعب. فاحنا نبقى قدوة، نصلي ربنا يحرس ولادنا، نقرب جدا ونعطي وقت للحوار والتفاهم في كل مراحل عمرهم، في كل مراحل نموهم.
مهما كان صغير ومهما كان كبير كلهم بيحتاجوا للحوار. حد يحب يضيف حاجه ثاني؟ صدق شوفي حضرتك، هو طبعا سؤال برضه عملي ومهم. زي ما قلت في الاول المشغوليه احيانا تحتاج الى نوع من المواجهه. بعدين اصل ده سيستم عام، يعني اغراء عام لكل الجيل، انه كله يجري ورا القرش يشتغل 12 ساعة يهد حيله ويرجع ينام مكن. ده حيلة ذكية من عدو الخير عارف يغلب بيها جيل مش شخص. احنا لازم نواجه. طب وبعدين؟ انت مستمتع بحياتك؟ انت حاسس بولادك؟ حاسس بمراتك؟ ساعات ما تفيدك يا اخي خد مراتك وروح وتعشوا سوا. يا سيدي خلي يوم للصبح لعيالك. ما جبتلوش حاجة الكنيسة ولا ربنا. وبعدين اقول له طب ما فيش 10 دقايق تقف الصبح تسلم اليوم لربنا؟ انت لو ابتديت بدي هتحس بفرق، جرب وشوف. انك لما تقول صلاة باكر الصبح تحس اليوم ماشي هادي. طب قبل ما تحط راسك وتنام مش تسلم يومك اللي اتذكر ده ربنا؟ 10 دقايق تصلي صلاة النوم بنص دماغ بنص دماغ. واخد بالك؟ نحط الحياة الروحية بشكل عملي عملي و يعني يتناسب مبسط، لان هو يعني ما فيش شاب هيقدر يقول لك ما عنديش تلت ساعه في اليوم فقط. لا ما يقدرش، اصلها حجه بقى مش مقبول، لان هو برضه اللي بيرجع مهدود ده بيقف ويقعد قدام التلفزيون ساعتين، يقعد ممكن يحكي مع اصحابه على التليفون ساعه. يعني خلينا عمليين في برضه. انا عاوز اقول احنا بس نحط لهم يعني الحاجات دي بشكل مبسط ومشجع، والاغراء الروحي هيبقى عندك سلام، ربنا هيبارك لك في كل خطوه، تحس بالامان. ده اغراء روحي حلو احسن من الاغراءات الثانيه. فمحتاجين نشجعهم ونفضل نذم ونقدم الحياه الروحيه بشكل عملي. وبعدين ما تنساش المثل بتاع يشبه ملكوت السماوات خميره صغيره اخذتها امراه وخبأتها في ثلاثه اكيال من العجين حتى اختمر الجميع. يعني العمل الروحي الصغير ممكن يغير حياة الانسان كله. يعني اي صلاة ذكر الى الواحد حافظ عليها ممكن كل حياته تتغير تبقى بتاعت ربنا. الاصحاح بتاع كل يوم ده لو حافظ عليه خميرة صغيرة ممكن يقدس يومه كله بعد كده. القداس بتاع كل اسبوع اللي هو يعني صاحب العافية ومش شايف قدامه ومش عاوز يروح لكن حريص عليه هيبارك له حياته كلها وبيته. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فلازم نتكلم في حلول عملية ونفضل نأكد انه الحاجات دي اساسية لحياتنا على الارض والاهم حياتنا في السماء وما فيهاش خسارة. اللي بيفضل نطنش كتير احيانا يحتاج الى انذار زي ما ابتدينا الكلام. وبعدين هتاخد ايه من ده كله؟ ولو وقفت قدام ربنا النهارده هتقول لي ايه؟ كنت مشغول بالبنك. طب وبعدين؟ كنت مشغول في الكمبيوتر، كنت مشغول عشان عاوز اجيب عربية جديدة. وبعدين ما هي خلصت. هتسمع كلمة صعبة، يا غبي هذه الذي أعددتها لمن تكون. كلمة تخلص بس ما بنحتاجش الاسلوب ده من اول قعدة. يعني خليك حنينين عما لا، يعني بنبتدي دايما بالمحايلة والمهاودة وكده، لكن اذا كان شخص كلف خالص مش في دماغه ابدا احيانا بيحتاج اللغة دي بس بحكمة وبرجاء عشان ما يقاس. لا مش من اول مرة. هاي جزء من البرستيج. جزء شوفي حضرتك احنا لازم دايما نشرح الكنيسة فيها بعدين. الكنيسة ارض وسماء. الكنيسة سماء بملائكتها بمسيحها بقدسيها، وارض سوري بزبالتها بأخطاءها بنظامها بفسادها. يعني ايه؟ يعني الكنيسة جميلة جدا بكل البركات والقداسة اللي فيها، لكن ايضا هي جزء من هذا العالم كمؤسسة على الارض. فيها الخطأ وفيها التجاوزات.
فأنا لازم أعود الشباب إنه يميز ما بين نقاوة هذا المكان وما بين الدخلاء. مش كل شاب جاي الكنيسة جاي عشان يقف مع البنات ويعمل منظر، لا، في ناس بيصلي. حتى لو ناس كتيرة دخلت لأغراض، أنا لازم أفهمه لا، المكان ده مش لكده، وإنت لو رايحه ما تروحش عشان كده. لأنه حتى في زمن المسيح الهيكل صار مجالا لاستخدام للسمسرة والاكتساب والكلام ده، فالمسيح ساعتها خد موقف عنيف وطردهم. واحنا احيانا بنلجأ للموقف ده لما نلاقي شخص جاي يستغل المكان استغلالات شخصية، ناخد موقف شديد. بس احنا دايما بنارين لولادنا دول جايين من العالم بزلتهم، معلش انا لازم افتح قلبي وافتح باب الكنيسة دي، الكنيسة ام، فتقبلهم زي ما هم على امل تغيرهم. لكن يفضلوا زي ما هم ويخلوا الكنيسة زي ما هم، لا. فاذا كان يجي منه ابتدى يتأثر، حطيت له انا شوية قواعد ابتدى يتجاوب، خلاص. لكن بقاله فترة وعاوز يفضل زي ما هو بمنظره بشقاوته بلخبطته عشان يأذي غيره، اقول له لا لا، انا لازم اخد منك موقف، خليك بقى في بيتك وانا هجي لك البيت. اتفضل. بينفروا يعني في حياتك؟ لا، هي لحضرتك حاجة. طبعا ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شر. اذا وجد خادم او شمع له تجاوزات واضحة وكبيرة لازم يقف عند حد، لان معلمنا بولس يقول في مساوس كده، يقول له خطايا بعض الناس تتقدمهم للقضاء. ويقول له اذا اخطا واحد وانت رتبت عليه الخطا بشاهدين او ثلاثه فوبخه امام الجميع ليكون عند الجميع خوف. فايوه، في مواقف يعني كل شخص له مسؤوليه في الكنيسه، حسابه اصعب من حساب شخص تاني بره الكنيسه. لكن مين فينا كامل؟ ممكن يكون شماس بيحاول مع ربنا وله ضعفات. في شباب بيتحججوا بالحجه دي، انت بالك يعني يقول لك ايه، طب ده انا شفته مش عارف ايه. طب يا حبيبي، ما هو برضه بيحاول وبيتوب وعاوز يمسك في ربنا، لكن يوم ما كذب كذب عن ضعف وراح اعترف وكان متضايق جدا من نفسه. انا عشان شوف شماس مره كده، يبقى كل الشمامسه والكهنه والكنيسه دول واخد بالك، حتى في ناس تحكم كده حكم غير عادل. عشان كده الكتاب يقول حكموا حكما عادلا. اذا لقيت كاهن اخطا، ما هو بشر، اصلي له احسن لان وقفته قدام ربنا صعبه. لكن اقول يبقى كل الكهنه بيعمل راح شويه. فاحيانا بيبقى الشخص هو عاوز يطلع حجه لنفسه تبيح له التواجد بره الكنيسه، فيقول لك ما بتوع الكنيسه بيعملوا. لا، بالراحه شويه، مش كل بتوع الكنيسه كده. ايوه، في ناس بتعمل كده، ربنا يرحمنا ويرحمهم. احنا ككنيسه نحاول نفضل مقدمين الصوره النقيه من غير ما نطرد ولادنا، وفي نفس الوقت الشخص اللي من بره التائب لا ينظر الى من حوله، لا ينظر الا الى المسيح. الشخص التائب يدخل لو اللي حواليه بيعملوا كل الشر ما بيشوفهمش. العشار اللي دخل الهيكل، الهيكل كان مليان لخبطة، لكن هو ما قدرش يرفع نظره وقرع صدره وقال الحمد يا رب انا خاطئ، لا شاف فلان بيعمل ولا فلان بيسوي، لانه هو ضميره تحت. فدايما التوبه النقيه بعيده عن الادانه تماما. لكن اللي بيدور على حاجه يبقى لسه التوبه ما ابتدتش معاه. اخر تعليق عشان ده، اتفضل. لا، شوفي حضرتك، لازم يفتحوا قلبهم، نتكلم معاهم في كل حاجه، لكن الاسلوب لازم يفضل مهذب. يعني عايز اقول لحضرتك، احنا بيجيبونا ساعات نتكلم في معلومات جنسيه لشباب اعدادي، وحتى لو قاعدين في الكنيسه ايه المشكله؟ لكن الاسلوب اللي هيتقدم بيه لازم يبقى اسلوب يليق.
لكن لازم الشاب ده اللي بيفكر في كل حاجة اسمع له ويفتح قلبه. لازم البنت دي اللي بتسمع من صحباتها بلاوي كتير لازم انضف تفكيرها. فعاوز اقول نفتح كل الموضوعات لكن نختار الاسلوب ونعلمهم وقار الحوار ما يليق وما لا يليق، لكن ما نغمضش عينينا عن اي جنب في حياتهم ونقول الموضوع ده ما نتكلمش فيه، لا، والا مش هيقولنا، لان الشباب كمان عاوز يسمع اللي هو مشغول بيه. انت بتكلمه في لاهوت المسيح وهو مش على باله خالص. طبعا ده مهم كجزء من بناء الروح، لكن هو مشغول جدا بقصه البوي فريند، كلهم مصاحبين وانا مش مصاحب، انا صح ولا انا غلط، القصص دي اللي شغلاهم. ما انا لازم اسمع له، لازم اناقشه، ولازم اعرف يبقى عندي حجه عشان اقنعه، والا يبقى هيسيبني. بقى ادينا بقى الكنيسه دي بتاعت العواجيز. لا، لازم نعرف لغه الحوار لكن نفتح كل الموضوعات، مفيش مشكله. الالهنا كلمات شكرا، اشكركم على محبتكم.